أكد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع أكد أن أبواب المنتخب المغربي مفتوحة للجميع، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز الخلافات. مهما كان الاختلاف مع شي لاعب ولا مهما كانت الظروف المحيطة بواحد العلاقة متوترة في ظروف معينة، اللاعب تاع الفريق الوطني ميمكن ليش ولا يمكن لشي حد اخر يحرم شي لاعب مغربي انه يلعب مع الفريق الوطني. لا السي حكيم زياش ولا السي مزراوي نصير ولا السي حمد الله ولا الاخرين ولا ملاح نتاع فيورنتينا ولا ديوب ولا كل اللاعبين المغاربه، الابواب تاع الفريق الوطني مفتوحه لهم، وهذه المساله غير قابله للنقاش لا مع واحد ولا مع غير واحد. بطبيعة الحال هذا النقاش ما كانش بالإمكان أننا نفتحوه وحنا تنخوضوا الإقصائيات، ولكن اليوم راه عندنا الوقت الكافي، وملي غادي يرجع السي وحيد غادي نوضعه في الصورة الكاملة ونعبروا له على الأمور بصراحة ووضوح، لأنني أعتقد وأؤمن بأن هاد اللاعبين مهما أخطأوا مهما كيف ما بغى يكون داك المالونتوندو، ما نساوش القاعدة والمنطلق هو أنهم اختاروا الفريق الوطني المغربي. دونك بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان، أولا رمضان مبارك سعيد. إحنا كنجتمع اليوم بطبيعة الحال في العاشر من رمضان، نتمنى من الله صادقا انه هاد العواشر تكون بالخير والبركات عليكم وعلى العائلات نتاعكم، وكل رمضان وانتم بخير ان شاء الله. وقت نجتمع بطبيعه الحال في ظل او بعد اهم شيء اللي أهم حدث عرفته الكرة المغربية هذه السنة، هو تأهل الفريق الوطني المغربي لكرة القدم لمونديال قطر للمرة الثانية على التوالي. وهذا الأمر بطبيعة الحال تيشرفكم جميعا وتيشرف الأسرة الكروية، وما زاده تشريفا هو التهاني نتاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللي تلقيناها مباشرة بعد المباراة أو لا في البرقية اللي بعث بها سيدنا الله ينصره لعائلة كرة القدم، اللي كيثني فيها على المجهودات اللي تبدلت وتوجد الحمد لله بتأهل الفريق الوطني المغربي إلى المونديال إن شاء الله. وفي هذا الإطار نتاع المونديال لابد أنني نستغل هذه الفرصة باش نوضح مجموعة من الأمور ونوضح الحقيقة كما هي. فالفريق الوطني بعد يعني ولا خلال هاد السنتين، فكان عندنا الهدف هو اننا في اسرع وقت ممكن اننا نبنيو فريق وطني، لان كيف كتعرفوا مباشره بعد الكان نتاع مصر، فكان عندنا الا بغينا نقولوا واحد لا ترانزيسيون جينيراسيونيل، يعني واحد لا جينيراسيون اللي كان خصها تمشي. بطبيعة الحال واحد العدد قليل اللاعبين اللي بقى في الفريق الوطني، وكان لابد انه لقاو مجموعة اخرى من اللاعبين، والحمد لله فالكل شاف الحمد لله اللاعبين الجدد اللي التحقوا بالفريق الوطني المستوى نتاعهم لا التقني ولا الاندماج داخل اجواء الفريق الوطني مرات بطريقة وبصورة إيجابية، وهذا مكسب
للكرة المغربية للفريق الوطني. ثم بطبيعة الحال يعني في باستثناء الخروج نتاع الفريق الوطني من دور الربع أمام منتخب مصر وكل شيء تأسف لهذا الخروج بطبيعة الحال لأن الطموح نتاعنا كان أكبر، وكنا يعني كانت عندنا القناعة التامة على أن الفريق الوطني قدر يمشي يعني أحسن من هذا المستوى باستثناء التعثر في النتائج تاع الفريق الوطني خلال هذه السنتين كانت إيجابية، وهي اللي مكنات الفريق الوطني أنه ينتقل للمرتبة الثانية إفريقيا والمرتبة 24 عالميا. فالإخوان اللي تابعوا القرعة تاع نهائيات كأس العالم، التشريف الأول والإنجاز الأول هو أن المغرب كان الحمد لله في التروازيام شابو، يعني في العالم كانت 15 فرقة ولا 16، لأن إلا ضفنا قطر البلد المنظم اللي كانت في البرمي شابو 16 فرقة هي اللي كانت حسن منا في التصنيف، وكنا في التروازيام شابو، وهذا إنجاز في حد ذاته. لأن لابد أننا نوضحوا بأن راه غير القارة الأوروبية فيها 54 دولة، القارة الأوروبية فيها 54، وأمريكا أمريكا اللاتينية فيها 24. دونك باش نعرفوا راسنا على متى نتحدثوا، راه ملي تنتكلموا على هذا المستوى تاع كأس العالم يعني كنتكلموا على أحسن ما يوجد في كرة القدم على الساحة الدولية. كنتكلموا على 211 دولة منضوية تحت لواء الفيفا. دونك فانا في نهاية المطاف هذيك القرعة وتواجد المغرب في الشابو 3 مكسب كبير للكرة المغربية. وأنا أتذكر أنه من اللي دارت القرعة نتاع إقصائيات كأس العالم دروسيا، إقصائيات يعني من اللي مشينا لروسيا باش نديرو التيراج وصور نهار طحنا مع الكابون ومالي والكوت ديفوار، كنا المغرب في الشابو 3 أفريق، الشابو 3 أفريق، وكنا آنذاك في المرتبة 16 أفريقيا على 54 دولة أفريقية، كنا في المرتبة 16. بطبيعة الحال الطموح نتاعنا هو أننا نمشيو أحسن، نمشيو إلى ما هو أجود، ولكن خص دائما تكون عندنا شي شوية، يكون عندنا الحد الأدنى نتاع الذاكرة باش نعرفوا راسنا فين كنا وفين رحنا غاديين وكيفاش تنمشي. وبطبيعة الحال هاد المسار نتاع هاد السنتين كان فيه اختيار نتاع واحد الطاقم تقني اللي على رأسه السي واحد، وباش تكون الأمور واضحة وأنا قلتها في العديد من المرات، لما تتعلق الأمر بالفريق الوطني ما كاينش الموضع ولا الموقع نتاع الأشخاص، سواء تعلق الأمر بواحد أو لا بيا أنا كرئيس الجامعة أو لا بالمساعدين نتاع واحد أو لا بالطاقم اللي ترافق السي واحد. كلما دعت الضرورة وكلما تبين بأن التغيير نتاع واحد الشخص غادي يدفع بالفريق الوطني للأمام، أنا بعد ما حدي في المسؤولية لن أتردد دقيقة واحدة من اللي تتكون القناعة أننا نقدم على التغيير. السي واحد في هذه اللحظة اللي تنتكلم فيها هو المدرب تاع الفريق الوطني، وأنا السي واحد باش نرفع كل لبس ونوضح الأمور ونقول الحقيقة كما هي، قبل ما يسافر في اليوم الثالث من شهر رمضان كان عندي لقاء معه لمدة أكثر من ساعتين حول
الافاق المستقبليه نتاع الفريق الوطني حول الاختيارات اللي تمات في قطر من اجل توفير الظروف نتاع المعسكر اللي غادي يجريه الفريق الوطني في قطر في الدوحه ومجموعه من الامور الاخرى. هذا اخر لقاء كان. سي واحد مشى في عطله غادي يرجع في النهايه نتاع رمضان في اخر اسبوع من شهر رمضان. ومنذ ذلك الحين ما كان لا شنآن ولا اختلاف ولا شيء اخر. هذا سي واحد. الان انا قناعتي الشخصيه وبطبيعه الحال قناعتي الشخصيه لابد توجد لها اثر في الواقع هو ان ابواب الفريق الوطني مفتوحه لكل اللاعبين المغاربه مهما كان الاختلاف مع شي لاعب ولا مهما كانت الظروف المحيطه بواحد العلاقه متوتره في ظروف معينه. اللاعب تاع الفريق الوطني ميمكن ليش ولا يمكن لشي حد اخر يحرم شي لاعب مغربي انه يلعب مع الفريق الوطني. لا السي حكيم زياش ولا السي مزراوي نصير ولا السي حمد الله ولا الاخرين ولا ملاح نتاع فيورنتينا ولا ديوب ولا كل اللاعبين المغاربه الابواب تاع الفريق الوطني مفتوحه لهم. وهذه المساله غير قابله للنقاش لا مع واحد ولا مع غير واحد. بطبيعه الحال هذا النقاش ما كانش بالامكان اننا نفتحوه وحنا تنخوضوا الاقصائيات، ولكن اليوم راه عندنا الوقت الكافي وملي غادي يرجع السي وحيد غادي نوضعه في الصوره الكامله ونعبروا له على الامور بصراحه ووضوح. لانني اعتقد واؤمن بان هاد اللاعبين مهما اخطاوا مهما كيف ما بغى يكون داك المالونتوندو ما نساوش القاعده والمنطلق هو انهم اختاروا الفريق الوطني المغربي ولعبوا للفريق الوطني المغربي وجاو لباو الرهبان تاع الفريق الوطني في ظروف معينه. دونك لو كريتير الوحيد اللي غادي يقول واش هذا اللاعب يكون ولا ما يكونش هو المستوى نتاع اللاعب في اثناء الاختيار نتاع تشكيله الفريق الوطني. هذه مساله اساسيه ولكن هذا نقاش وغادي نناقشوه في ظروف واضحه ومفتوحه مع الطاقم التقني. وهذا الشيء كان دائما ماشي عاد اليوم. والعلاقه بطبيعه الحال انا كنقول كنأكد مره اخرى انها لم يشبها اي خلل منذ البدايه وبالتالي فالامور هي في الطريق الصحيح. هذا الشيء ما فيهش هاد الاختيارات ما فيهاش لا ريمور ولا البوز ولا قال يقال فيها الوضوح والبلاغ الرسمي. الوضوح هو ما اقوله اليوم. سي وحيد في ثالث رمضان كان عندنا اجتماع مطول من بعد مشى في عطله يشوف العائله نتاعو ويرجع في الاسبوع الاخير وحنا هذا النقاش على عوده اللاعبين كان دائما مفتوح. وانا كنعتقد باننا جميعا خصنا نشتغلوا باش الفريق الوطني يوصل في احسن الاحوال في شهر نوفمبر ان شاء الله المقبل. لان الهدف نتاعنا ونتاع المغاربه ونتاع سيدنا الله ينصره اولا واخيرا هو اننا نمشيو الى ابعد الحدود ونشرفوا كره القدم المغربيه والقاره الافريقيه. وكاد الموضوع بالنسبه لي ما فيش اي ابهام واي لا يقبل النقاش وغير قابل لا لا ريمور ولا البوز. واحد راه مدرب تاع الفريق الوطني تيربطوا عقد مع الفريق الوطني مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم واضح العقد تيقول اودي النهار اللي واحد الطرف ما يبغيش ما نتفقوش على شي حاجه تيمشي الطرف الاخر ما فيه لا ثاني ولا نعطيك. وبالتالي حنا توفير نتاع جميع اللاعبين انا كنقول وهذه قناعتي انا ما يمكن ليش لان مزراوي ما لعبش ان دوزيام ماتش نقول له ما نقصيه مدى الحياه يمكن العقوبه يمكن ما تناداش عليه في واحد المعسكر زوج الله يجعل البركه. زياش
ماشي شد الكره ودخلها في الشبكه ديال المغرب. زياش راه لعب 40 ماتش ماركا 25 بيت، اجا للمغرب اختار المغرب والمغرب بلادو، وما كاينش شي حاجه تحرمو نهائيا من المشاركه. وكما قلت وما يقال عن هذين اللاعبين يقال على حمد الله ويقال على ملاح تاع فيورنتينا و و و و. اذا اللي مطلوب هو اننا نلقاو الاليات اللي الطاقم التقني والفريق الوطني يكونوا في احسن الظروف ان شاء الله في شهر نوفمبر، والعلاقه مع وحيد الى حدود 10 من رمضان في هذا الوقت علاقه طبيعيه لا يعلم مستقبلها. سيوقع من هنا نوفمبر هذا راه الغيب، تعلم الله سبحانه وتعالى. وانا هذا المستقبل تنقول لك اوديها شنو خص يكون فيه، خص الفريق الوطني يكون فيه معزز بجميع العناصر نتاعو، وتكون لومبيونس داخل الفريق الوطني وطوب، ويكون الطاقم التقني في المستوى الكبير باش الفريق الوطني يمشي لابعد الحدود. اذا كنغلق هذا القوس نهائيا، وكل من اللي غادي يرجع السي وحيد وغادي نطوروا النقاشات راه غادي اولا نخبر المكتب المديري، نجمعكم ونقول لكم وديها فين وصل الامور، وكل واحد يعطي رايه، وغادي ناخذوا القرارات الضروريه. ماشي المهم واش يبقى فلان ولا فرتلان ولا يجي اكس ولا اي، ماشي هذا هو الاهم. المهم هو اننا نوفروا الشروط الضروريه للفريق الوطني. مع وحيد كيف راه دابا بتصور اخر، اهلا وسهلا ومرحبا. بغير وحيد ولا بغيري انا ولا بغيركم انتم، الفريق الوطني خصو يكون اوطوب في نوفمبر 2022. هذا هو الهدف اللي غادي نخدموا عليه جميعا. دونك هذه النقطه هذه من بعد ملي غادي نفتحوا النقاش، الا كاين شي حاجه توضيح ولا شي امور نوضحها ونوضعوا ونسدوا القوس. وبالنسبه لي ما عدا هذه الحقائق اللي قلتها بوضوح، كل ما يقال اعتبره اشاعه لا اساس لها من الصحه، وسوسون دي رومور اللي ما عندهم لا اساس ولا راس، لان اخر واحد اجتمع رسميا مع وحيد هو عبد ربي، واجتمعت معه لمده ساعتين، وقلت لكم في الثالث من رمضان المبارك مشى، غادي يرجع في الاسبوع الاخير بعد عطله، وبطبيعه الحال راه الاشتغال مستمر، ونفكروا جميعا احنا كاملين باش الفريق الوطني ان شاء الله يكون في الهدى. والثوابت اللي تكلمت عليها ان الفريق الوطني مفتوح لكل اللاعبين، والدور نتاعنا والطاقم التقني هي اننا ندوبوا الخلافات والصعوبات، هذا هو الدور، لان هذيك الفريق الوطني هذيك الخمسين الناس راه عائله اخترناها باش تمثل 40 مليون، وهذاك الدور نتاعنا هو ندوبوا الخلافات ونحيدوها، وكل شيء يكون ان شاء الله جاهز ذهنيا بطبيعه الحال وفي المستوى الكبير باش الفريق الوطني يمشي لابعد الحدود.